جاهز. هي بيقولوا اصبعي اصفر ماله رخيص، عضيته عضه خلع القميص. منصات جيدة والعالم متنبسط فيها. اسمه ملكي. في شيء هو ملكي واي واحد ممكن يستخدمه. مرحبا. ميت مرحبا. كيفك؟ اهلين وسهلين. تعرفني على حضرتك؟ انا زهير عبود. تعرفنا. فيك اكثر. كيف سرعت لديها عندك؟ بعرفها قوية. طيب نحن هلا بدنا نختبرها صح؟ يلا تفضل. قد ايه لك ما اختبرت سرعة البديهة عندك؟ والله بختبرها بالسرعة بالسيارة، بختبرها بمأزق، بطلع من محل. شايف كيف؟ بسؤال بجاوب عليه فورا، حدا بيسألني عن حدا، يعني بلاقي حالي سريع الإجابة. طيب أنا هلا هيك. أزير ما بعرف، بدي أشوف شو الإجابة فيها بقى هلا. هلا رح. بس بدك تنتبه كثير منيح من السؤال. نعم. إذا دجاجة باضت بيضة على الحدود بين سوريا ولبنان، نعم. تمام؟ البيضة لمين بتنتمي؟ للدجاجة. واو شو حلو. ليش؟ لأنه شو بدها تنتمي على الدول؟ صح. لا عن جد؟ إيه والله. طيب حزورة تان، أنت ببيت فيها ثلاث غرف، غرفة فيها مجرمين، وغرفة فيها حرامية، وغرفة فيها حرية. أنا باب تفتح وبتفوت؟ لا قلت لك ما راح فوت لأنه كلين المجرمين ومشاكل. ماني برجع ما بفوت. يعني ما بتفوت ولا بقى؟ ولا بقى. صح. بتورط معي أنا. يعني هاي سرعة بديها اللي أنا بديها. الله يعطيك العافية. طيب رح أسألك سؤال ثالث. تمام؟ في شيء هو ملكك بس أي حدا بالعالم ممكن يستخدم لك. في شيء هو ملكي وأي واحد ممكن يستخدمه. الله الله. ممكن أي واحد يستخدم قلم أي شيء ما لو كان ملكي يعني. القلم. القلم ممكن. ممكن لك شيء بجيبتي مستخدمه أي واحد. أما هات في لا. هلا رح احسب لك اياها صح. الله يعطيك العافيه. لك هي الاسم. كيف يستخدم اسمي؟ الاسم هو ملكك بس انا بستخدم لك اياه صح ولا لا؟ ما فيك تستخدم اسمي. ما في. طيب لو بتقول انا فلان، انا زهير عبود، بمشي لحال بمشي لحال. ايه بس ما هلا مثلا عرفتني على حضرتك زهير عبود، فانا اذا فص اسمك فانا استخدمت لك اسمك. اي ممكن صح. هو بس بس, بس القلم بيزبط. ها انه هو الواحد بيقول لك بالله عيرني شوي لاكتب شغلي كذا. أنا هيك أنا أحسب لك على رأسي. الله يسلمك. طيب رح أسألك سؤال أخير. في شيء بتشتريه بمصاريك بس ما فيك تفوته على بيتك؟ السيارة صعب تفوت على البيت تجوا يعني. قد أعطيك الأجوبة؟ لا والله. طيب رح أعطيك حزورة هي قالوا لي بالشغل إنه مستحيل حدا يجاوب عنها. لا بالله ما حدا لقل لي أجوبة. طيب. ولا شيء. لا لا سالي أنا بس أنا بطالع كتير الفكرة يعني. هي المشكلة إنه أنت بسرعة عم طلقت الجواب. لا والله لا حدا حتى ما حدا ما في يقدر يساعدك هون يعني ما شايفه خلاله ساعدنا قام راح بعد. ما رح يساعدك لأنه مو من نصيبه يساعدك. طيب أنا رح أسألك هي حزورة هي جوابها شوي بده تركيز. تفضل. جاهز؟ جاهز. هي بيقولوا إصبعي أصفر ماله رخيص، عضيته عضة خلع القميص. تعرف شو هي؟ إصبعي أصفر ماله رخيص، يعني هو شيء مثل نعم هيك مطاول ماله رخيص، عضيته عضة أم خلع القميص. تعرف شو هو؟ هذا الأصفر هو الذهب بس ما بظن يعمل هيك. لا لا أنا ما رح أقول الجواب هلا، خلي العالم عم تحضر الفيديو تكتب الكومنتات شو الجواب. والله هي مو سهلة بس مخلص رح لك شو الجواب. والله هي مو سهلة. شو بتسعد ليها معلش. هو إصبعي أصفر ماله رخيص، عضيته عضة خلع القميص. الجواب بدنا اياه بالكومنتات يعني. انا رح اقول الجواب افضل معلش. هلا بعد ما مخلص رح لك جواب. يلا على راسي. عمو انت رحت انا جائزه مقدمه من يلا تي في من برنامج تراي اجين. الله يسلمك. شرفتنا. شكرا لك. كان شرف لنا. ممنونك انا. الله يعطيك العافيه. يعني هالمنصات جيده والعالم متنبسط فيها. بس مو الكل. لا مو هيك ما تنبسط العالم بترونح يعني ما دام شهر فضيل وكذا. الله يعطيك. بس مو كل المنصات منيحه. انا ما اقول لك انه هيك موضوع بيفيد العالم يعني. عالم بتتمنى تشي تضحك تنبسط. شايف كيف بس بتمنى نكون ضحكنا. صرت بديهتنا كيفها؟ اوه نار. شكرا. يلا على راسي. الله يسلمك. اهلا بيك.